مساء الخير، صباح الخير، على حسب التوقيت اللي يجيكم فيه الفيديو. جمعة سعيدة مقدما، كيف حالكم، اخباركم، وضع اليوم. لقيت روحي مكسدة تنديرو كرواسون البيتزا بطريقة سريعة. انا جهزت كل الحاجات، يعني تن وصلصة البيتزا وجبنة موتزاريلا والفلفل والطماطم والزيتون، والعجينة جهزتها وكانت في الثلاجة. بصراحة يعني أنا عبي ندير أمس، لكن حسيت أمس عندي صداع بعيد عنكم، علي عيني اليمين قسما بالله قريب تنفجر، الحمد لله رب العالمين. المهم فقررت ندير اليوم بعد ما لقيت روحي كويسة، قلت ندير لكم العجينة. نزلتها لكم في فيديو من قبل طريقتها، وتنصيب لكم المقادير الطريقة في التعليقات. المهم قطعتها كدرتها، فردتها دائرة وقطعت مثلثات وحطيت الحشوة اللي هي الصلصة والجبنة موتزاريلا والطماطم والتن وفلفل حلو ألوان والزيتون. بعدين كي سكرتها حولت من أجناب، والفواكه الكوشة طبعا على درجة حرارة 150 من تحت، أول ما يطيب من تحت نولعه من فوق. انا درت هنا التن الحشو اختياري، حتى تبوا مثلا من غير تن عادي كيف ما تبوا الحشو، ممكن حتى تضيفوا بطاطا مقليه مع الجبنه وكي. بعدين هنا دهنت حليب ورشيت اللي هو حبه البركه او الجلجلين اللي هو السمسم. باقي العجينه هنا درتها بيتزا دائريه او دائرة او مدورة. المهم ضفت صلصة البيتزا والتن، بعدين قلبت الخضرة كلها مع بعضها مع الزيتون وضفتها فوق، وضفت بعدين الجبنة الموتزاريلا. هكي عندنا الكرواسون طاب وغطيته كيف منشف، وشكرنا له بشي قد رطب. والمهم طعمه جاي هبل وسريع ومخدش وقت، ممكن تحتفظوا بيه حتى في الفريز وقت التقديم قبلها بعشر دقايق، تطلعوه مع كوباية شاي يهبل وسريع. وهذه البيتزا بتاعتنا قطعتها مثلثات، بجد البنة تهبل وسريعة. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يعجبكم، نستنى في تعليقاتكم الحلوة ونشوفكم في فيديو جديد.